ويا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من إكسبلور، واللي نقدمها لكم أنا وبسمة بمزيد من الحب والسعادة والحماس. يا هلا فيك بسمة، شخبارك؟ أهلا وسهلا بك يا أديب. مساء الخير على كل متابعينا واللي تعودنا نجيلهم بآخر الأخبار الفنية وأجمل المواضيع والترندات المحلية والعالمية. يا سلام عليك بسمة، اليوم كالعادة بنرويكم شو الجديد وأهم حدث، لوين الناس متجهين، وطبعا حديث الساعة وين بنصير هالفترة بنخبركم بعد شوي. وعشان كده ركزوا وتابعوا فقرتنا واللي هنبدأها بالعناوين. نانسي عجرم تحيي مهرجان أم الإمارات. 1-2-3 يلا. أنا عايش أجمل سهرايا للصحبة الحلوة. كله عادي اللي شمس طلع ما في يعيش إلا معا. Let's go إكسبلور بين الناس، بيقضوا أجازتهم فين؟ وفي الفجيرة كأس السوبر المصري لكرة اليد. وكمان أجمل إطلالات النجوم في مهرجان البحر الأحمر. ويمعنا لكم أبرز 10 أماكن مدنية تقدر تزورها بالفجيرة. في أبو ظبي ومهرجان أم الإمارات أحيت نانسي عجرم حفلة فنية مميزة تألقت فيها بأسلوبها المعروف بالخفة والأناقة الغنائية. طبعاً قدرت نانسي وبطريقتها الخاصة تخطف أنظار وأسماء الجمهور، وهالشيء من خلال أدائها لأكثر أغانيها اللي حبوها الناس. كمان نانسي واللي معروف عنها شغفها بالأناقة والتصاميم الرقيقة اعتمدت لوك الجامب سوت واللي مزجت فيه بين الستايل السهرات الكلاسيكي والكاجوال. بعد شارك الحفل الفنان المصري رامي صبري واللي أدى مجموعة من أغانيه المميزة اللي أثارت حماس الجمهور. واختتمت الحفلة على أنغام دي جي أصيل، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع كل العروض. نتابع اللي حصل هناك مع زميلنا ليس راجعين، خليكم معنا. 1-2-3 يلا. احتفالات مهرجان أم الإمارات ابتدت مع أجواء حماسية شهدها حفل جمع نانسي عجرم، دي جي أصيل ورامي صبري بأبو ظبي. قدمت نانسي مجموعة من أغانيها وسط هتاف الجمهور، وزي كل حفل الجمهور بيكون حريص يقدم لنانسي الهدايا. بس ليش ما هي بتطلع بتعطيني؟ وفي ختام فقرتها فاجأت نانسي والدي جي أصيل الجمهور بتقديم أغنية تيجي ننبسط.
وعبر الدي جي أصيل عن سعادته بالحفل يلي جمعه مع نانسي عجرم ورامي صبري. خبرنا عن الاحتفال اليوم مع نانسي عجرم ورامي صبري، شو المميز فيه؟ المميز انه احنا موجودين ونحتفل بابوظبي، هذا احلى شيء انه قاعد نسويه حاليا. ومع النجاحات المتتالية سألته شو الأغنية اللي كانت نقطة التحول بمسيرتك الفنية؟ أغنية صنعت اسمي، إنه كان أنت قاعد تمحي اسمي كل هاي لا يعني هو اللي نقطة التحول خلينا نقول. يعني كل أغنية أسويها أتعب عليها أمانة، بس أغنية نقدر نقول إنه حبت الناس بيا يمكن هي ضحى بيا. أما عن رامي صبري قدم باقة من أجمل أغانيه، وأكيد مش هخبركم عن حماس الجمهور لأنكم حتشوفوا معايا. صراحة بسمة وايد عيبتني الحفلة، كنت جالس ومستانس، خصوصا ان انا اصلا احب رامي صبري. انت شو رايك؟ انا عجبني الجامب سوت بتاع نانسي جدا، ستايلها فعلا حلو. صراحة هم الاثنين احيوا الحفلة بشكل وايد حلو. بعد البريك خلينا نشوف الناس بتقضي اجازتها فين، استنونا. مستمرين معاكم مشاهدينا، وطبعا الفترة دي في أفكار كتير ممكن نعملها بمناسبة الأجازة الدراسية، وكمان مع بداية الشتاء والجو الجميل في الإمارات الناس بيستمتعوا بحياتهم بأكتر من طريقة. صدقك بسمة، الأجواء عندنا في الإمارات وخصوصا في الشتاء خيالية. خبرين شو تسوين في الشتاء؟ إحنا بنعمل كذا حاجة، ممكن شوية نطلع على البحر، نطلع سفاري. بجد الأنشطة في الإمارات في جو الشتاء بجد تحفة. صحيح، وانا بقول شيء لا تفوتين ولا لحظه، ترى الشتاء خطير في الامارات. ما اقدرش افوت بصراحه. ايوه خلونا نعرف الناس بيقضوا اجازتهم ويعيشوا اجواء الشتاء ازاي، وبخليكم مع اديب وضيفه يتكلموا اكتر في الموضوع ده، واشوفكم بعد شويه. يا مرحبا فيكم مشاهدينا، ومثل ما تعرفون نحن الحين بموسم اجازه والكل يبي يسافر، ونزلنا الشارع نبي نسال الناس وين وجهتهم المفضله في السفر. خلكم ويانا. شو وجهتك المفضلة في السفر؟ هلا أنا بالنسبة لي كشخص مقيم بالإمارات، أنا بفضل إنه أزور كل الإمارات، خاصة إنه كل إمارة متميزة بشيء معين، مثل مثلا رأس الخيمة والفجيرة فيها طبيعة حلوة، فيها شلالات، فيها جبال، منطقة خرفكان كتير حلوة، دبي بتلاقي فيها التطور والشغلات اللي سابقة عصرها وأوانها، يعني بتحس حالك عم تعيش بالمستقبل لمئة سنة لقدام يمكن عن باقي البلدان اللي زرتها حتى الأوروبية منها. أبو ظبي كمان كتير حلوة، والكورنيش فيها كتير حلو، فما شاء الله على هالبلد، يعني كل شيء فيها حلو مخدم، المرافق العامة موجودة، الحدائق الحلوة، المنتزهات، المطاعم، كل شيء منظم، الأمن والأمان، الله يديم هالبلد الحلوة يا رب. والله في الشتاء الحين حاليا فضل دول الخليج، يعني البحرين، الكويت، السعودية. جميل، شكلك ما تحب البرد، تدور الجو المعتدل ها؟ أيوة بالضبط، ما الثلوج ولا خلنا بعيد. زين خلنا نقول شو وجهتك المفضلة في السفر، أوروبا أو أمريكا، وين تحب تسير؟ والله صراحة أفضل روسيا. جميل، هناك برد جوها في الصيف مثل شتاءنا هني، هذا الجو المطلوب. نفسي كتير زور تركيا والله، لأنه بيقولوا أجواء كتير حلوة وفيها مناطق سياحية كتير حلوة، مو بس تركيا بعد كمان بيخبروني لندن، وعندك كمان تايلاند. نفسي والله، شباب كتير بيحدثوني عن تايلاند وعن تركيا بالذات، فنفسي زورها إن شاء الله. لندن. ما شاء الله حلو لندن، ليش نزين؟ دراسة يا طويل العمر، والأجواء طيبة هناك، وصف الصيف بعد زينة، وأحسن شيء هذا إنه تصير دراسة وكذا. بانكوك لأنه وايد حلوة، سياحتهم يعني مرتبة نظيفة وحلو. بالنسبة لي صلالة. جميل، صلالة حلوة، بس ليش صلالة؟ والله صلالة لها موسم تمام يعني. إذن هذا كان جواب الشارع، الدور الجاي عليكم أنتم، نترايكم أنا وبسمة على هاشتاج إكسبلور. رجعنا لكم مشاهدينا، ومثل ما شفنا لكل واحد طريقته في الوناسة، وراح نعرف أكثر من صانع المحتوى يزن قشلان عن هالموضوع ويخبرنا بعده كيف يقضي إجازته. حياك الله يزن. هلا ديب. هلا يزن، مثل ما شفنا في التقرير الناس أنواع، في نوع يقولك أنا أقضي إجازتي في البلاد، في نوع يقولك أنا أسافر برا البلاد، أنت شو رأيك عن هالموضوع؟ والله شوف، مثل ما قالوا الناس يعني كل واحد له رأيه الشخصي، كل واحد له موده في السفر. ممكن يعني الناس تقول لك لا أنا أبي أروح مكان بارد، ممكن يقول لك لا أنا لازم أروح مكان حار، أكتشف مكان جديد، ممكن في مكان كل الناس قاعدين يعني يروحون يسافرون، ف
فكل واحد ترجع له كمان المقدرة المالية المدة الإجازة، فترجع لكل شخص ومودة يعني. يعني مثل ما تقول إن مدة الإجازة تلعب دور كبير بوجه الوجهة اللي بيصير لها يا البلاد يا برا البلاد. طبعا أكيد أكيد. إذا كانت المدة طويلة يقدر ياخذ راحته يسافر برا البلاد، وإذا كانت مدة قصيرة يكون هني. صح 100%. زين يزن، مثل ما نعرف إن الإمارات أجمل شتاء في العالم، هذا ما يختلف عليها أحد. صح. ويجونا ناس من برا البلاد بعد عشان الشتاء في الإمارات. صح. وين تنصح ناس يسيرون في الشتاء؟ شوف أنا والله لي سنتين في الإمارات، الجو في الشتاء رهيب يعني، إذا تقدر بس تمشي في الشارع تشوف الأماكن الحلوة. في عندك مثلا تروح جبل جيس، في عندك تروح الفجيرة، بدبي في شواطئ حلوة، في عندك قرية العالمية، في حتى في كتير أماكن حلوة يعني، كل يوم في فعاليات جديدة، في كل يوم في أنشطة جديدة، تقدر تستمتع يعني، ما شاء الله أماكن حلوة كتير في الإمارات. يا سلام عليك. زين يزن، أنت من محبي البر والبحر، البر ولا البحر؟ شوف أنا محبي الاثنين. أوكي. بروح الاثنين، حتى بروح أماكن عامة يعني، ما عندي شيء ثابت، بحب أكتشف كل شيء، أنا بحب فيني روح الاكتشاف، ف بروح كل أماكن، ما عندي شيء محدد. زين يزن، أباك تعرفني أكثر. الحين أنا بسافر برا البلاد. تمام. تمام. في ناس تتجه إلى المكاتب ويقول لك المكتب هو يسوي لي كل شيء، أنا أدفع له فلوس هو يحجز لي تذكرة، فندق، فيزا، كل شيء. وفي ناس يقول لا أنا أحب أسوي هالشيء بنفسي. أنت مع أي نوع؟ شوف أنا كصانع محتوى بحب أكتشف كل شيء بنفسي، لأنه أنا لازم أنصح الناس. في ناس تقول لك لا أنا بحجز عن طريق مكتب وبريح راسي. بالنسبة لي لا، أنا بحب أكتشف كل شيء أسوي بروحي. بنفس الوقت هذا الشيء يرجع لكل بلد، في بلدان لازم تحجز عن طريق مكتب، في بلدان في أوراق معينة لازم تجيبها موافقات، فهذا الشيء يرجع لكل شخص. في ناس تقول لك لا أنا بسلم المكتب ويسوي هو كل شيء. أنا بالنسبة لي لا، أنا أختار أني أسوي كل شيء بيدي يعني. يا سلام عليك. وبما أنك صانع محتوى فأنت أكيد مسافر وايد، أنا بعرف منك شو أحسن الوجهات السياحية اللي ممكن أزورها في الشتاء. مو لأني أنا عايش في الإمارات، بس من أحلى الوجهات هي الإمارات. يا سلام. عدة أسباب، الأماكن، الجو الحلو، تعامل الناس كتير حلو. في ناس تروح مثلا موسكو، في ناس تحب البرد كتير فراح تصير روسيا. بالنسبة لي الإمارات يعني من أحلى الوجهات يعني، جوها كتير حلو والفعاليات ما تخلص ما شاء الله، فأنا بختار الإمارات. إنزين، كيف لندن مثلا، صلالة، هذه الأماكن الجميلة بعد أبغاك تكلمني عنها. شوف أنا ما سرت لندن يعني، ما رحت لندن بعد حتى أخبرك. أوكي بشوفها على النت، على السوشيال ميديا حلوة، بس ما رحت لها حتى أنصح الناس فيها. صلالة رحت لها ما شاء الله يعني، الطبيعة كل الناس تقول لك أوروبا، سويسرا، يا جماعة صلالة شيء أنا من 3 شهور رحت حرفيا يعني، كنت بس يعني حتى ما صورت شيء، كنت بس ما شاء الله عندنا هيك شيء يعني، الجو والله العظيم، الغيوم، الطبيعة، شيء رهيب صلالة. بس صلالة الحلو فيها أنه لما تكون صيف عندنا هي عندهم شتاء، هيك اللي شفته يعني. هي. فصلالة شيء رهيب كمان. إنزين، بما أنك صانع محتوى وما شاء الله عليك متألق، أنا سمعت أنك كنت في السعودية، شو رأيك في السعودية بعد؟ ما شاء الله كل الناس حاليا السعودية ما شاء الله قاعدة تتطور بسرعة. أنا رحت مكة، مدينة جدة. جميل. كمان شفت يعني حتى الناس هناك بديوا يتحدثوا عن فعاليات ومواضيع. السعودية يعني كل الناس تعرف عن السعودية ما شاء الله يعني، بلد حاليا صاير سياحي كمان، وجهة من وجهات السياحية، وإن شاء الله كمان نروح مرة ثانية ثالثة أكيد. إنزين، الحين يزن لما تسافر شو اللي يحكمك عن دولة عن دولة ثانية؟ مثلا أنت الحين تبى تسافر موسكو على سبيل المثال، وشفت سعر التذكرة غالي، هل هالشيء يخليك تكنسل أو تشوف تذاكر ثانية أو مختلفة؟ إذا أنا خاطري أروح هالبلد أكيد أنا بدرس الموضوع، بشوف كم محتاج، ممكن إذا كانت كثير غالية بأجل الموضوع شوي، بخلي عندي بجت، بس أنا لازم أروح البلد، عرفت؟ يعني الشيء يرجع أني أنا لازم أروح البلد، ممكن أجل الموضوع شوي، أخلي المقدرة المالية تكون تحسنت شوي، ممكن أشوف تذاكر طرق ثانية، ممكن تروح في البار، ممكن تروح في الشتاء. أنا بعرف الطرق الثانية هاي بالتذاكر، وين حصلت تذاكر رخيصة؟ شوف في مواقع، في أبليكيشنز، في تقدر تشوف مراجعات لناس، يعني أنا قبل ما أسافر أي بلد بشوف، بشيك على السوشيال ميديا أي شخص، ما بسمع من شخص واحد لأنه كل شخص له تجربته في البلد، عرفت؟ فبشوف أكثر من شخص معلق على الموضوع، مسافر لهناك، هل الموضوع يستاهل تصرف هالمصاريف هالوقت؟ فتقدر تشوف يعني، في أبليكيشنز تساعدك على الموضوع. جميل جميل. إذا أنت الحين لما تسافر تصور كل لحظة ولا تأخذ راحة؟ بما أننا نعرف أن هذا شغلك كصانع محتوى،
فالواحد بعد يبغى إجازة يبغى يستانس. أنت تصور كل شيء ولا بعد ما تستكشف المدينة أو المنطقة أنت رايحها تصير تبدأ تصور؟ شوف أديب بصراحة في البدايات كنت شغلي كله من لما أطلع من المطار لبين ما أرجع للبلاد كله على التليفون، ما أستمتع بشيء. يمكن أستمتع إن أنا بصور بس أحس نفسي إن أنا ما اكتشفت صح. من فترة بديت يعني سياسة جديدة، خصص يومين اكتشاف، ما أنشر ولا شيء، حتى ما أقول إن أنا وصلت لهالبلد. بعدين لما أخذ كفايتي من البلد أبدأ شوي شوي أصور للناس، حتى ما أنزل كل شيء. لما أرجع أبدأ أصور، أنزل اللي صورته أرتبه وأكون عرفت أنا شو قاعد أصور، عرفت؟ فيعني بدأ بلانس. زين بعرف منك شيئين. الشيء الأول أباك تعطيني وجهة سياحية عربية أنت تحبها وليش؟ يعني تنصح الناس أن يسرون هالوجهة بس أبغى أعرف ليش؟ شوف أنا بالنسبة لي إن شاء الله يعني عندي خطة أني أزور كل البلدان العربية، لأنه جميل. أنا عارف أنه كل بلد عربي فيه وايد أشياء، صح؟ في كتير كتير أشياء تكتشفها، لأنه عن جد عندنا أشياء لسه مو مسلط عليها الضوء، محتاجة اكتشاف. فأنا بالنسبة لي ما عندي وجهة عربية كلهم بالتساوي، بس ممكن حاليا بلد ما سرته مصر وقطر. جميل. قطر بالنسبة أنا من عشاق الكورة، فحاليا أنت شايف كان وورد كاب ما سرت، حاليا في كاس آسيا. ومصر لأن كمان بلد في تاريخ، شعبه طيب، فرفوش، فتستاهل استكشاف إن شاء جميل. الله. جميل. أبا أعرف دولة بعد أوروبية مثلا، خلينا نقول. عندي مثل ما يقولون دريم سيتي، مدينة خاطري أروح أزورها، برشلونة. فإن شاء الله يعني إسبانيا بشكل عام. برشلوني؟ ذكرنا بعد اللقاء، خلينا نتفاهم مع بعض. لا تذكرني أمس ضمن الحمد لله. لا برشلونة جميلة، بس ليش تبغى تروح برشلونة؟ ما أعرف والله، يعني أنا من صغري حابب أسافر هالبلد. يعني كل أوروبا عندي إياها عادي. بعيد عن إنك برشلوني يعني. بعيد عن برشلونة. بعيد عن برشلونة، يعني ما كنت أتابع كورة، كنت أسمع برشلونة يعني، وأحب الأكسنت الإسباني. يعني أنا خاطري كمان أتعلم إسباني، فلما أسمعهم يحكوا بالإسباني أحسك موسيقى تعزف. إنزين أنت الحين لما تيجي تسافر، أنت خاص تبغى تسافر، تحب تخطط للسفر من وقت ولا خلتي على التسهيل؟ متى ما تسافر سافرت؟ لا شوف أنا مع كمان يعني، حتى بنصح الناس يخططون للسفر، لأن السفر مو شيء سهل. يعني أنت تروح على بلد جديد، تتعرف على ناس جدد، ثقافة جديدة، فلازم يكون أنا أي شيء يعني، حتى الوقت، حتى مثلا اليوم الأول شو حسوي، اليوم الثاني شو حسوي، اليوم الثالث، كله محسوب من الصبح لليل. فأنا بخطط كتير منيح، يعني أي بلد بسافر عارف، يعني بعمل بحث، بعمل دراسة عن الموضوع. لازم يعني هذا الموضوع كتير، إلا إذا أنت رايح يعني بلا هدف، هذا شيء ثاني. مشكور يا زين على هالمعلومات الجميلة، صراحة حمسني أطلع من هني على المطار على طول أبسافر. صراحة لازم سفر، يلا. لازم نرتب سفر أنا وياك إن شاء الله. أكيد أكيد. شكرا لك يا حبيبي. شكرا لك. إذا مشاهدينا مكملين وياكم في برنامج إكسبلور، وبعد الفاصل راح نشوف كأس السوبر المصري على أرض الإمارات وتحديدا بالفجيرة، شو صار؟ منو فاز؟ شو سويت أنا؟ بتشوفون بعد الفاصل، خلكم ويانا. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين باقي فقراتنا. أديب حضر مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك اللي تمت هنا في الإمارات. إيه اللي حصل؟ احكي لي. أول شيء والله مباراة كانت وايد حلوة حماسية، كنت باشك كنت موجودة بس أنت ما جيتي. أنا ما بعرف، أنا نفسي أحضر مباراة الصراحة. بسمة المباراة من كثر ما هي حلوة عشت إن أنا جالس أنا مع الجمهور، أنا واحد منهم. طبعا انا ما زعلت الاثنين، حضرت مع الزمالك وحضرت مع الاهلي، هنا شويه وهنا شويه، وحاولت اني اعيش الجو مع حقين الزمالك ومع حقين الاهلي، لان المباراه كانت صدق حماسيه، ترتيب ما احكي لك، الاجواء وايد حلوه. فانت متحمسه تعرفين؟ حمستني اشوف، عايز اعرف انت عملت ايه. تعالي خلينا نورش التقرير، يلا خلينا نشوف مع بعض التقرير هذا وراجعين لكم. يا مساء الخير مشاهدينا، تعالوا يا شوفوا الأجواء الحماسية هنا في الفجيرة بين كأس السوبر المصري، الأهلي المصري والزمالك المصري. تتوقعون أنا أشجع منه اليوم؟ خلكم ويانا. أنا شايفك متوتر، شفتك من بعيد، ليش متوتر؟ الماتش اتشد فجأة، بس احنا كنا فارقين 3 بونت وكنا قادرين نركب الماتش اكتر من كده، بس عشان الفرقة قرب فقلقان شوية، بس الماتش بتاعنا ان شاء الله اكيد. انت اهلاوي؟ اهلاوي يعني؟ اهلاوي، حتى النخاع العيلة دي كلها اهلاوية وكل اللي في مصر اهلاوية. واضح قدامي انه باقي دقيقتين وشوي. ان شاء
شاء الله. لو فزنا هتعمل ايه؟ اكسر الدنيا احتفالات ان شاء الله. خلاص على اخر هننام النهارده. شو الاجواء خبرنا؟ الاجواء طبعا مثاليه، وبنشكر دوله الامارات العربيه على استضافه حدث مهم بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي في كأس السوبر كرة اليد. ودولة الإمارات دايما سباقة بكده وأحداث في منتهى الروعة ومنتهى الجمال. وبنشكر كل المسؤولين من الاتحاد كرة اليد الإماراتي واتحاد كرة اليد المصري على اليوم الجميل ده اللي جمع الشعب المصري مع الشعب الإماراتي. أجواء أكتر من رائعة وأجواء حماسية وماتش مولع نار من بداية الماتش. الأهلي ضاغط والزمالك ضاغط وحبة لينا وحبة ليهم، أجواء حماسية وكل مبسوط هنا، ونتمنى دايما نشوف الأهلي والزمالك دايما هنا على أرض الإمارات. شو شعور الانتصار؟ الحمد لله طبعا انتصار له طعم خاص، خصوصا لما يكون قدام نادي كبير زي نادي الزمالك. الحمد لله طبعا، وهو ده النادي الاهلي، هو طول عمره متعود يكون رقم واحد وان شاء الله على طول رقم واحد. الزمالك فريق محترم، وده الديربي بتاعنا بتاع مصر. حاولنا نحاول نشرف الكره العربيه، طبعا بنتشرف بوجودنا في الامارات الحمد لله. الاجواء طبعا زي ما انت شايف حاجه عظيمه، يعني كنا نفتقد الاجواء دي في مصر شويه، مش كل حاجه، بس طبعا الحمد لله. انا بحب اشكر صحابي كلهم. الجمهور الاهلي وراكم باي مكان؟ باي مكان طبعا، اعظم جمهور في الكون. الحمد لله احنا يعني ماسكين سكور من اول الماتش، يعتبر كسبين فرق 2-3. فرق 5 دقايق عملنا غلطتين، الزمالك قدر يرجع في السكور، بس الحمد لله عشان احنا مركزين وعاملين حسابنا ان الماتش 60 دقيقه، قدرنا ان احنا في اخر دقيقه نرجع تاني فرق 2. الحمد لله طبعا، ماتش سوبر وماتش اهلي وزمالك، فكده كده ظروف خاصه، والماتش كده كده لازم يبقى موجود في الملعب لاخر لحظه. واحنا كنا من الاول عارفين ان احنا نازلين عشان نكسب، وفضلنا ورا اللي احنا عايزينه لحد اخر دقيقه، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله. طبعا الماتش كان صعب، بس يعني عشان ماتش بطوله الحمد لله قدرنا نفوز بيها، وكسبنا برضو بطولة أفريقيا، ودي ثاني بطولة لينا، وإن شاء الله مش آخر بطولة في الموسم. بجد كانت فعلا أجواء حماسية جدا، أنا نفسي أحضر مباراة كده، المرة الجاية هتاخدني معاك عشان لما اتصل عليك تردين. باخدك وياك. لا أنا هرد بعد كده من أول رنة. بجد الأجواء كانت حلوة جدا جدا. قد إيه أنت عشت بين الاتنين زي ما أنت قلت، هنا وهنا. تجربة حلوة والله. بجد المرة الجاية هكون معاك. هاخدك معانا. زين بسمة، الحين بخليك ويا ضيفتك الستايلست سارة كيروز، وبعدها بنتعرف مع بعض على أهم الأماكن السياحية المجانية بالفجيرة مع بعض. تابعونا. الأسبوع الماضي شهدت المملكة العربية السعودية ختام فعاليات المهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمشاركة عدد كبير جدا من النجوم العرب والعالميين اللي تألقوا على الريد كاربت بستايلات وإطلالات مختلفة. النهاردة معايا الستايلست سارة كيروز، هتكلمنا عن إطلالات النجمات في المهرجان. أهلا وسهلا بك يا سارة ونورتينا. أهلا فيكم. كلميني عن إطلالات النجمات في المهرجان. هلا بالاول انا مبسوطه كتير انه بمنطقتنا عم بيصير في ريد كاربتس بمستوى عالمي صراحه. نجمات اللي عم بيكونوا موجودين عم بيكونوا باطلالات ليفل انترناشونال، سو بالاجمال كان في اطلالات كتير حلوه، وبالاخص بالكلوزنج سيرماني شفنا كمان قصص كتير حلوه. في قصص بتحسيها ديفرنت، يعني ما بتحس الكل لابس مثل بعضه، بتحس كل الكل عم يجرب يقترح شيء جديد، والكل عم يجرب يلبس شيء بيشبه شخصيته اذا بدك. سو بالاجمال there's a good feedback، يعني كتير حلو كيف كان الراتسي فيلم فيستيفال، وفي اطلالات كتير جديده شفناها على الريد كاربت. عايزه ابدا باطلال ساره كنعان. صراحه الاطلاله اللي انت اخترتيها لها بالنسبه لي كانت يعني شويه غريبه، انت مقفله لها كل حاجه، وده حاجة بالنسبة لنا غريبة. بلشت دغري فيي أنا، بلشت دغري بلوك أنا، عملت له ستايلينج بهذا اللوك. نحن مهم ستايلس تحكي عن الإطلالات، لأنه عادة بتعرفي على السوشيال ميديا الكل بيعمل إذا بديك كريتيسيزم على الإطلالات، مش دايما ضروري يكون حدا in the industry. مهم مرة إنه ستايلس لكم ورا الكواليس شو منعيش، لأنه منا هينة قد ما مفكرين، منا قصة بس إنه مننقي لوك وهذا هو بيزبط. في كتير قصص منفكر فيها. مع سارة بكنعان كنا عم نفكر لوك يكون ملائم للرتسي، بنفس الوقت سارة تكون مرتاحة فيه، بنفس الوقت على مستوى الكلوزينج سيرماني، لأنه كمان كان إذا بدك ليلة مهمة. فاللي اخترنا هو من عند يوسف أكبر اللي هو سعودي ديزاينر، سنس كانت الرتسي موجودة أكيد بالسعودية. اخترنا لوك جليتري، بيعطي قيمة حلوة على الريد كاربت، بنفس الوقت ديسنت وحلو حلو عليها. المظهرات كمان يعني فيري سيمبل، حلوة قوي.
ازاي برضو اخترتيها؟ هلا كل الجولري نحن من عند بلغاري، سو اينا كمان يكون الجولري عم بيكمل هيدا اللوك. كثير مهم نفكر كمان كيف نكون عم ننقي الاكسسوارز يكونوا عم يتلائموا على الفستان، ما يشيلوا من قيمته بالعكس يزيدوا له من قيمته. سو اللي كنا عم نعمله هون اينا الايرينجز نيكليس وبريسلت، لانه كمان على فستان بيجي مع جلوفز كثير حلو تكوني عم تحطي شيء على الكم. سو من هيك اخترنا هيدا الست الدايموند كله تيعطي للاطلاله بعد لوك اكثر غلامور. مع شعر والميك اب كمان كملنا اللوك يكون مرتب بلا ما نزيدها كثير. كمان بتخافي على الريد كاربت انه تعملي تو ماتش، وقت كثير تزيديها مش دائما الناس بتحب. يعني حلو يكون اللوك متكامل بلا ما تحسي في شيء طاغي كثير. طاغي صح كده. صح. طيب الاطلاله الثانيه معنا اطلاله الهام شاهين. ليكي هلا انا هيدا رأي بالاخر، يعني انا كاستايلس بعطيكي رأيي. انا الفكره ما عندي مشي لبس الوان على الريد كاربت، انا ملبسه ازرق، بس الفكره هي بحب انه ينلبس دائما شيء ملائم للشخص، لجسمه، لعمره، للستيتس تبعه. في كتير قصص تاخديها بعين الاعتبار. يوجولي بتشوفي كتير في شغل زخرفات بالريد كاربت بالدول العربيه. انا يوجولي اي تند تو جو توردز مور سيمبل، يعني في روح على الجليترز مثل ما عملت مع ساره. اذا مش جليتر فضل قماشات سيمبل اكثر، ما يكون فيها هالقد زخرفات، حتى لو الشخص منه كتير يونغ. بحس انه في قصص تنعمل، في يكون اوفرول، في يكون في عبايه شوي على الكتاف، فينا نعمل شيء هيك، بس بحس اتس تو ماتش وقت يصير في هالقد شغل على الديزاين. ايه رايك في اطلاله لجين عمران؟ لوجين هي اكبر اكزامبل لشيء سيمبل ومرتب. سيمبل جدا، يعني كتير سيمبل. الفستان من عند شرب الكرم كتير سيمبل، بس نفس الوقت قماشته كتير مرتبه. انا ما عندي مشكله احمر على الاحمر، في ناس عندها مشكله ينلبس على الريد كاربت يلي هي حمراء كمان فستان احمر. انا ما بلاقي هذا الشيء بياثر اذا بيلبق للشخص. بكيس لوجين على لون جلدتها، لون شعرها، لون كتير لبق لها، بينه كتير مرتبه. الشعر بلاقي كان في يكون ديفرنت، يعني مرات الشعر والميك اب يا بيزيدوا يا بيقللوا. صح، في يكون في رفعه لانه كتف ايه كتف لا، حلو يكون شعر مش كله مفلوت، بس بحس شعر كان في يكون يونغ شوي اكثر بالطريقه، لانه الفستان كتير ليفل يوروبيان او انترناشونال كان بيحمل الشعر يكون اقل إذا بدك معمول كأنه أبدو مرتب أوفر. وعايزة أعرف رأيك في أمينة خليل، شفتيها إزاي؟ ليكي بدي أقول لك شيء، الفستان كتير حلو من أنتوني ورد، حلو على جسمها، حلو عليها. وفي شغلة بتلعب دور كتير كمان السيليبرتي قديه بيلبق لها كمان هالنوع الكاتس، هي بالأخص بيلبق لها حلو جدا عليها، كتير حلو عليها، معك حق، عاطي كتير قيمة عليها الفستان. وتوني ورد شغله كمان كتير حلو، والإطلالة بتحسيها ملائمة لهيدا الريد كاربت بالرتسي بالأخص. عندي كمان الفنانة سوسن بدر، بجد بتلبس شوية أوتفت خطيرة، وبالذات إن كمان ده بيليق على سنها، فإيه رأيك في الأوتفت ده؟ ليك في شيء قلتي معك حق فيه، إنه في أعمار معينة ستايل بتتوقعي أكتر وأعمار تانية بتتوقعي ستايل تاني. كتير بيفرق شو بينلبس للعمر لستيتوس الشخص. أنا ما عندي مشكل بالكوت إنه يكون كم طويل، يكون عليه سيلفر مع أسود، اللون كتير حلو عليها. ميبي أنا لإلي a bit too much بالبربقة رح سميها، بس ككوت وكالون لإلها مرتبة، رح نقول مرتبة لا مين هي أكيد. ومعنا دلوقتي درة. درة أنا بعتبرها فاشونيستا. درة معك حق، درة هلأ على أكيد بيلبق لها كتير قصص كتير حلوة، وعلى الستايل تبعك بيلبق لها كتير قصص. بس أنا اللي حبيته بالأخص بفستان رامي كادي، عطيها لوك كأنه 50s أو 60s هيك جلامور، الفلوم القديم من زمان. عطى ستايل كتير حلو على الريد كاربت، كفستان أسود، ككات كتير لبق لها، شعر والميك اب كتير لبقين على هيدا الستايل. المجوهرات لابسة من عند شوبار كمان مكملين اللوك بطريقة إذا بدي كتير oldies بس in a good way، عرفتي الستيل الفلوم القديمة. معنا فاطمة البنوي، رأيك فيها إيه؟ ليكي انا بلاقي انه اللوك تبعها رح يكون في ناس حبت وناس ما حبت، لانه جريء بالستايل، مش قصه جريء اذا ككوت، جريء بالستايل. بس لإلها مع ستايل وجهها والشعرها هي حدا that can pull off the style، يعني هي حدا جريء بستيله تقدر تكون عم تلبس هالشي. هذا اللوك من عند ازدي اند اوستا، انا بالنسبه لي ما بيلبق للكل، بس عليها ما زعجني.
رح أقولها بهالطريقة. هلأ لبسة هي كارتيب لأنه ما كان في لزوم لها النكلس مع كل القصص اللي صايرين على التياب. يعني أوريدي في كتير قصص في على الجاكيت، في حاجات كتير فعلا على الجاكيت اللي كان بيأدي إيرينجز بلا هالنوع النكلس، بس لإلي she can pull off this look. معنا سارة طيبة. ليك هذا لوك فينا نقول سيف بناحية أنه صعب حدا ما يحبه، مرتب عليها حلو أبيض، دايما الأبيض بيلفت النظر، ده حقيقي. القطة بقى interesting يعني ما فيها شيء مزعج. الجولري زادوا ستيل جريك، بتحسي كأنه ستايل تبع الفستان وستايل الجولري جريك من عند عزة فهمي، في شيء interesting فيه. طول الفستان عليها بركة أنه شوي قصير لستيل القطة تبع يعني كان مفروض يبقى أطول شوية أو أقصر، بس مش بالنص يعني هيك نص نص. والجزدان بلاقي أنه كان أفضل متصور بليه، لأنه هالنوع جزدان البينك مع هذا نوع الفستان تحسين أوف يعني منو راكب على الجو العام، بس الإيرينجز حلوين، الشعر والميك اب الجو العام كله، بس تطلع عليها بتحسين فيه متناغم، بتحسيه حلو عليها، بس بحس إنه الباج ما كان كثير راكب يعني ما كان ضروري يتصور بقلب اللوك. مين عجبك في إطلالات هوليوود؟ هلا كل ليلة كان في ناس من هوليوود عم تلبس كثير حلو. بالكلوزينج سيرماني لفتني اللون اللي لبسته جوينيث بالترو، انا حبيت لون اصفر، هو جريء الصراحه يعني ما توقعتش اللون ده على الريد كاربت. كان بدي اقول لك انه هو ما بتتوقعي، انا بلاقي انه الاصفر لها بيلبق لها، كنت لابسه عن كارونيا اريرا فستان. هلا ممكن القط كانت مش كتير احلى شيب لها، كان في شيبس احلى، بس انا بحب مرات انقي لون قوي وذاتس ات يعني لون بيلفت النظر. القط يجري تكون شوي احلى على الشيب وذاتس ات، نوني دايما يكون اذا بدك في شيء من زيد او امبرويدري او زخرفه تكون لون حلو او يكون قط حلوه، مرات فيكون لون جريء بيلفت النظر. ومن شباب هوليوود في كتير ناس كانت لابسه، يوجولي بهوليوود يلي اجوا على ريد سي ما كانوا لابسين قصص جريئه، كانوا لابسين توكسيدو او سوت، الحاجات النورمال كانوا فولا، كانوا اكثر شيء كلاسيك. عرفتي ادريان برودي كان لابس توكسيدو حلو، في كتير سيلبرتيز كانوا لابسين توكسيدوز مرتبين، بس ما في شيء بيلفت النظر انه ما شفناه قبل، كانوا اكثر ديسنت سمبل سوتس بس انه كانوا مرتبين. على حد ادريان برودي عم نشوف جورجينا، انا بالنسبه لي الفستان جربت تلبس شيء بيشبه يعني مفكره بتناغم مع المنطقه اذا بدك بستيل الزخرفه والجولد، بس مش دائما ضروري نلجأ لهذا الستايل. يعني فينا نكون عم نلبس قصص كتير حلوه كتير ادكويت بلا ما ناخذ شيء اذا بدك تيبيكال او اكسبكتد. نروح على الاطلالات الشبابيه، وسام فارس اللي انت اخترتي له الاطلاله دي برضو اخترتيها له اللون الازرق، اديني السر. صح، لانه ساره ووسام كانت اول اطلاله لهم سوا وكانوا فاتين على ريد كاربت بنفس الوقت، وحبيت لهيدا النهار يلي هو مهم لهم يكونوا عم يطلعوا باول ريد كاربت سوا، يكونوا اذا بدك لابسين مونوكروماتيك لوك من فوق لتحت نفس اللون. اكيد مش ضروري كل ما يكونوا عم يروحوا على ريد كاربت يلبسوا نفس اللون، بس كاول مره كان هذا الشيء بيعني لهم، وعملناها بطريقه يكون نفس الازرق اللي هو الكتريك بلو بيلفت النظر مش ازرق اذا بدك غامق. فاخترت له سوت من عند ميزون دي ماك مع شوز لوبوتان، كمان كان صار لبسه شوز لوبوتان، وفاته بلوك لفته كتير الانظار، وفعلا لفت الانظار الاثنين نفس اللون، وانا متوقعتش ان هو يلبس ازرق برضو. ليكي اذا شخص بيلبق له ما في مشكله يلبس الوان جريئه، يعني بالكيس تبع وسام بيلبق له هذا الازرق. كمان مهم وقت تكوني عم تختاري لوك مش بس تقولي انه بدي اعمل لوك بيلفت النظر بغض النظر اذا بيلبق له، لانه ما راح يلفت النظر. صح. اذا منه هو مرتاح كمان هو الشخص لازم يكون لابس اللوك وحاسس بكونفيدنس، حاسس انه اللي بقله اللوك او ريلس رح يفوت على ريد كاربت ما حدا ينتبه. سو ان هيز كيس كان مرتاح باللوك وحاسه بيلبق له. عايزين كمان اطلاله ظفر عبدين، ايه رايك فيها؟ دايما هو فيري اليجنت، يعني بكل ريد كاربت بيكون عنده هيدي الاليجنس ستايل يلي بحس حاله دايما. هلا هون اسود بس بتحس انه مرتب كتير واللوك اللي بقله. بعرف انه مع الشباب مش الكل بيحب يعمل قصص over exaggerated او الوان كتير صعبه، مش دائما ضروري نلفت النظر بطريقه اذا بدك جريئه، مرات فيكون اذا لبق لوك ومرتب بيقدر تيكون اللوك حلو. ومعنا احمد مجدي، هون مثلا حدا جريء اكثر، يعني اللون مختلف خالص. اللون مختلف واللون ما كتير بنشوفه على الريد كاربت، يعني حتى برا بالانترناشنال ما كتير بنشوف هذا اللون بين الاورنج والبريك يلي هو شوي جريء وفي قماشتين على الجاكيت وقماش ثالث للقمصان يعني ولا القميص، يعني يعتبر جريء
أنا ماني ضد، بحب حدا يجرب ويقترح على ريد كاربت نيو لوكس، ماني ضد هيدا الشيء. هلأ ممكن أنه اللون على لون جلدته شوي عامل كلاش، إذا كان هو أغمق لون جلدته كان طلع أحلى، بس إذا بديك I support حدا يقترح شيء جديد على ريد كاربت. أنا أصلاً بشوف أن الفترة دي كله بيلبس البدلة نفس اللون من أول البيبيون لغاية كل نفس اللون. هيدا هي هل بدأ لك يالك لأنا عملته مع ويسام المونوكروماتيك لوك. يعني هلأ it's a trend صار لفترة وبعدها أنه تكوني عم تختاري القميص الجاكيت والبنطلون نفس اللون. نفس الشيء عند الصبايا عم بيجربوا كانوا يعملوا لوكيت من فوق لتحت نفس اللون. It's a new trend, it's been there. يعني بلشت من كم سيزن ورح تضلها موضة لأنه بيبين إن اللوك بيرفكت دايما. بشكرك سارة وجودك معايا النهاردة ونورتي إكسبلور. Thank you. مشاهدينا فاصل سريع وهنعرف إيه أجمل الأنشطة في شتاء الفجيرة بعد شوية، استنونا. ويا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، والحين بنخبركم شو هي أبرز الأماكن والأنشطة الموجودة بالفجيرة. رح نبدأها من شاطئ المظلات اللي بتحصلون فيه متعة كبيرة بين الكوفيات والفود تراكس ومنطقة ألعاب الأطفال والجلسات المفتوحة، إضافة للممشى السياحي وهو مناسب لجميع الأعمار. كمان الشاطئ العام واللي مفتوح دايماً للزوار والسائحين من كل أنحاء الدولة، وتقدر تستمتع سواء بجلسات الاسترخاء أو التجمعات العائلية واستخدام الألعاب الشاطئية. وبعد منطقة الفجيت واللي يونها الناس من جميع الإمارات يستمتعون بالأجواء الشتوية الجميلة ويخيمون، وبعد يقدرون يشوون أو يسوون فعاليات جماعية بأجواء آمنة على الشاطئ تحتضنها الجبال في بيئة طبيعية لطيفة. الأسواق الشعبية زي سوق الجمعة، وده واحد من أشهر الأسواق في المدينة، بالإضافة لسوق البدية واللي فيه مجموعة كبيرة من السلع والسجاد والمستلزمات المنزلية. وكذلك متحف الفجيرة وهو من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها وتشوف عظمة الإمارات القديمة من خلال بعض النماذج البسيطة من مقتنيات تراثية عن المهن التقليدية مثل أدوات الزراعة والفخار وصيد السمك وصالة عرض الاكتشافات الأثرية. كمان تقدروا تزوروا بعض الأماكن الأثرية الجميلة زي قلعة الفجيرة وقلعة البثنة بشكل مجاني تماماً، وفيها هتحس بشعور السفر عبر الزمن، تسترجع فيه أمجاد الأجداد وتشوف إزاي عايشوا زمان. بعد من الأماكن الأثرية والمجانية في الفجيرة مسجد البدية الأثري واللي يعتبر من موقع سياحي تاريخي وهو أقدم مسجد بالدولة. مشاهدينا وهنا تكون خلصت حلقتنا ونشوفكم الحلقة الجاية. وحب أقول لك إذا كنت مهتم بكل الترندات الجديدة لا تلف ولا تدور، خليك مع إكسبلور.